استعمال المضادات الحيوية الانتيبايوتيك بشكل شائع. في كتير من الناس وجعوا حلقه بياخد حبتين ثلاثة التهاب، وجعوا راسه بياخد التهاب، وجعته اذنه، وجعته رقبته، حتى بطنه بياخد دواء. المضاد الحيوي هو عبارة عن علاج فعال ذو حدين، يعني الحبة اللي عم ناخدها بتفيد إذا كانت بمحلة، لكن إذا ما كانت بمحلة بتضر. فيفضل إنه بحالات في كتير ناس بيجعون حلقون بيكون معهم شوية حساسية بحلقون، بيحكي زيادة، بيصرخ زيادة، بيشم روائح زيادة، بيشرب مي باردة، بوظة، مخللات حد، وجسمه لا يتحمل هالمواد هاي. تاني يوم بيقوم حلقه عم يوجعه، بتلاقي والله أخذ له حبتين أنتيبيوتيك على يومين ثلاثة، بيقول لك والله تحسنت. بتتكرر. وكتير ناس بيجوا لعنا على قولة يا دكتور أخذت أنا حبوب التهاب كتير، هاي حب الخمسمية بقى عنا مشهور، كل شيء اسمه خمسمية حب التهاب. فيفضل بهالحالة الأنتيبيوتيك أو المضادات الحيوية والصادات الحيوية يجب أن لا تستعمل إلا في مكانها. في التهاب نقدر نأخذ دواء التهاب، والدواء لأنه مو كل حب الخمسمية واحد، كل واحد له تأثير بعضو من الجسم، فيفضل أنه الطبيب هو اللي يوصف هالأدوية وهو اللي يعطي الدواء المناسب حتى ما يريد يتكرر ويستعمل أكثر من دواء ويروح كلياته على الفاضي. المضادات الحيوية مو كل وجع بالجسم بناخذ له دواء التهاب، مو كل ألم بالحلق أو بالإذن أو بالرأس بناخذ له دواء التهاب، لأنه يمكن بحبة باراسيتامول، بحبة مسكن، وما نحتاج ناخذ دواء التهاب وتمر الأمور على خير.